شكرا لك، سأصون الراية، سأحافظ على الراية بإذن الله. الحقيقة روضة الفتوة هي على مدار كل هذه السنوات روضة متميزة من الاهتمام بالنواحي التربوية النفسية الجسدية الإنسانية، كلها في هذه الروضة تتكامل لبناء شخصية أطفالنا الحلوين. واليوم الدفعة رقم 41 بالعدد 156 طفل على ما أظن، إن شاء الله هم جينا واعي مدرك لأهمية هذه المسؤولية الكبيرة في هذا البلد. شكرا جزيلا. أحلام محمد، مشرفة تربوية مختصة برياض الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرنا اليوم إلى حفلة التخرج لأطفال روضة الفتوة وطفلتي فدك أيضا من بينهم. طبعا نشعر بالفخر والسرور والسعادة بهذا اليوم، وكذلك ونأمل بأن تكون هذه الأطفال هم البراعم التي ستزهو وتورد لتكون ذخرا وكفاءة للعراق والعراقيين، وكذلك هم الذخر للعراق في المستقبل إن شاء الله. اليوم صارت احتفالية بروضة الفتوة بمناسبة تخرج الأطفال، الأطفال الروضة، وأطفال الروضة هو أحفاد أكبادنا، فنتمنى لهم الموفقية والنجاح. ونسبة التخرج كانت 98 طفل وطفلة، وحضرت بها عدد من أولياء الأمور للأطفال، وكانت الاحتفالية كلش الحلوة. صارت كلمة من قصائد من قبل الأطفال، وفعالية من قبل الأطفال، فنتمنى لهم الموفقية والتخرج الباهر والمستقبل الزاهر.